stimulate the current regulator and a desired current. وين desired current؟ وديش لازم أشوف هدول desired currents يعطوني reference currents ثلاثة. فعند أي نقطة رح يكون في عندي هون reference current رح أضل أعملها. خلينا نفترض هذا reference current اللي أنا بدي أحطه. أنا عم بقيس كمان في أي لحظة الأكتوال. هلا لو فرضت إنه هذا الأكتوال current كان عندي نقطة هاي هون، هل هو أقل ولا أكبر من الريفرنس؟ أقل. إذا إيش لازم أعمل؟ بدي أعمل السويتشينج. فبطلع بلس بصير أقارن الاثنين ببعض. I desired و I actual. هذه هون كونتاكت. بوليان. تعطيني إنه هذا أكبر أو أصغر. وحسب إذا كان هو أصغر أو أكبر حدخله على هيستريسيس عشان ما يضلش، ليش نحن نستعمل احنا هيستريسيس بالاون اوف كنترولر؟ عشان ما يضلش يعمل اون اوف، يضل يعمل سويتشنج عالي جدا. وهون راح نحط هيستريسيس باند فيها كرنت معين. فلما يكون هذا اصغر بقيمه معينه راح اعمل سويتشنج اون. هذا راح يصير عندي هلا هون بوليان اون اوف، بعمل سويتشنج فيه ل اي جي بي تي. فلما بعمل سويتشنج اون راح يبدا الكرنت قيمته تزيد. هلا لانه هذا هيستريسيس من هون لما يتعدى القيمة بالضبط ما راح يشغل، ايش راح يستنى؟ في هيستريسيس، راح يستنى فترة زمنية قيمة معينة، لما يصير أكبر بهاي القيمة ايش راح يعمل بالـ IGBT؟ راح يطفي. طيب هيستريسيس ايش ممكن كفيزيكال؟ أحسن شيء هو بالكنترولر، بيكون عندك كنترولر، ممكن تعملها ريلي بس هو ما راح يعملها ريلي، السويتش عادي، بتكون أنت عندك في داخل هذا بيكون في الكنترولر. الكنترولر بصير يقارن ما بين اثنين. إذا حس إنه القيمة أعلى من القيمة بس مش أكثر من القيمة المطلوبة بيستنى حتى لو كان أكبر. بنلاقي الكرنت بيطلعوا هيك، إيش رح يطلع؟ هلا حجم الهيستريسيس باند رح يحدد الفريكونسي تبعت السويتشنج، وهلا لما تطلعوا على الكرنت رح تشوفوا فيه هذا الباند الموجود هون، إذا طلعنا على هاي هلا رح نطلع تحت الماسك. هلا بتطلع والماسك نفسه رح تلاقي فيه بارامترز معينه معمول لها سيت. هاي عندي هون كومبارتر طرحت الاثنين من بعض دخلتهم على الهيستريسيس. هلا بتطلع على الهيستريسيس ايش محطوط؟ اتش اوفر اتش. وين اتش؟ في الماسك. اوكي؟ لما بتفتح اول ما بتفتح هتلاقي فيه ماسك عليه. الماسك محطوطه فيه البارامترز هدول. البارامتر هون اتش. وين بلاقي؟ بدي ارجع مره ثانيه واطلع على الماسك. هاي الماسك اللي هي اتش مضبوط. كيف نعرف انها اتش؟ هي هذا وينها؟ اختصار اتش. ما شايف انا الحرف اتش. هو شو البارامتر واحد ثاني؟ هيك بكون يعني اول بارامتر باخذه هو look under the mask. طيب اي هذه هون عندي هاي الهيستريسيس باند اللي هي اتش، بعدين اوتبوت وين؟ فالاوتبوت بصير واحد، لما يصير واحد بشغل الاي جي بي تي، لما يصير زيرو بطفي الاي جي بي تي. هلا هون بحوله لبوليان عشان يعكسه. بحوله لبوليان عشان يعكسه، بعدين برجعه من بوليان لدبل. اوكي؟ سهلة هاي. بوليان يعني بحوله هو واحد وزيرو، رح يطلع هون عندي واحد وزيرو، بس واحد وزيرو اللي طالع هون مش بوليان، هي رقم. فبيحوله لبوليان هون فبصير فولس ترو. لما يصير فولس ترو بعكسه، طيب ليش عمل العملية هاي؟ ليش عكسوا هون؟ هدول الاثنين رح يطلعوا عكس بعض، لما يكون واحد منهم هاي الثاني بكون اوف، لما يكون هذا اوف بكون هذاك اون. ليش بدي اثنين زي هدول؟ عشان ال وين بدهم يروحوا هدول؟ على الاي جي بي تيز. فهذول راح يروحوا على اي جي بي تي متعاكسه، يعني هذول التنين راح يروحوا، واحد منهم راح يروح على هذا الاي جي بي تي والثاني راح يروح على هذا الاي جي بي تي. فبصير لما يشتغل واحد منهم شكله لما الثاني يشتغل بنفسه، فواحد منهم راح يروح هون والثاني راح يروح. اذا سمينا هذا اي راح يكون هذا اي بار، راح يكون عندي نفس الشيء بي وبي بار سي وسي بار. اوكي؟ الكل فاهم الفانكشن هون بوليان، حولت هذا البارامتر هون لفولس ترو، بعدين رجعته لدبل مره ثانيه، وهون عملت انفرتر انفرتر انفرتر. هذول دخلوا السته على خط واحد، وهي وين بده يروح البلسز هذول؟ على الاي جي بي. فهذه هون صارت هيستريسيس سويتشنج، دخل عندي الاكشوال كرنت والديزايرد كرنت. طرحهم الاثنين هذول الاثنين طرحناهم من بعض اي اي بي سي،
طرحنا هذا من اللي بقابله هون، طرحنا الثاني من اللي بقابله هون، طرحت الثالث من اللي بقابله هون. ولاحظوا اخذت الاكتشوال هو النيجاتيف والريفرنس هو البوزيتيف. اوكي ماشي واضح، هذا البلوك ستريت فورورد، فكانه هو فعلا باراميتر واحد، بس انا لسه مش فاهم كيف هو عرف انه اسمه اتش. خلص اخذ اول واحد واعتبره اتش. ايضا هذا البلوك عندي هون البلسز، ان البلسز اللي بتيجي من هون، البلسز اللي جاي من هون راح تروح على الاي جي بي تي،